لازم نقتدي بثقافاتنا وبتأسيس مملكتنا، ومملكتنا ومملكتنا غالية ولها عندنا لها في قلبنا مكانة كبيرة. أسمع آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو والملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله ورعاهم، وأهني الشعب السعودي باليوم الوطني 89، وأنا فخور جدا بهذا اليوم يوم المملكة العربية السعودية. أنا أحب بلادي وأشكرهم، وكل عام وأنتم بخير. بلادي بلاد الإباء والشمم.